لهالاسبوع ولجلب الفرح للبيت لهالاسبوع، مولود الحمل، دخل الورد الاحمر على البيت، مولود الثور، دخل الورد الاصفر. اذا انت حبيبك حابب يغار عليك وحابب يهتم فيك، دخل الورد الأصفر، بيعطيك سعادة وبيعطيك راحة نفسية وبيدخل الرزق. مولود الجوزاء، الياسمين تزرعه بالبيت أو تدخل الياسمين على البيت. إذا كنت خالية من الحب هالأسبوع، إن شاء الله الأسبوع الجاي ممكن تلتقى بشريك حياتك أو بعد أسابيع قليلة تلتقى فيه هون. وأيضا لجلب الرزق كمان إنك تدخل الورد الياسمين. بالنسبة لمولود السرطان، ورد الفل كتير منيح لك تزرعه بالبيت، بيدخل الرزق على البيت، بيدخل الحب، بيدخل الزواج. إذا عندك حدا حابب تزوجه، الست تجلب الورد الفل الأبيض وتزرعيه بالبيت أو تجيبيه وتحطيه بالبيت دايما لو قطفتيهم من مكان أو اشتريتيهم من مكان. بالنسبة لمولود الأسد، كل شيء ياسمين الأصفر بيناسبك كتير. الفتنة، في عنا الورد اسمه الفتنة كمان لونه أصفر مثل الياسمين الكبير، هيدا كتير منيح لإلك، بيجلب لك السعادة، بيجيب لك الخير، وبيبعد عنك الكآبة، بيبعد المشاكل عن البيت، وبيجيب لك الحظ بمقابلاتك وبمعارف كبيرة ممكن تلتقى بأشخاص، معارف مهمة، وجوه جديدة خلال هالأسبوع. مولود العذراء، هلأ في النرجس، إذا بتلاقي الورد النرجس تدخله على البيت. إذا ما لقيت ورد النرجس فيك تدخل الورد الجوري الأبيض، بيدخل العمل. إذا أنت كنت خالي من العمل، عندك مشاكل عاطفية عائلية، بيجيب لك الحظ أيضا بالرزق، وبيجلب لك الحظ بعلاقاتك العاطفية وبعلاقات جديدة كمان خلال هالأسبوع. انك تدخل هذا الورد، عم بقول للمشاهدين للابراج انكم تدخلوا هذه الانواع الورد، يعني بالاسابيع الجاي ممكن، اذا مش بهالاسبوع الاسبوع اللي بعده، يعني ما تستعجلوا على رزقكم. مولود الميزان، كمان عندك الورد لونه توليب، اللي بيقولوا له نوع توليب اللي لونه زهر، خاصة يوم الخميس تدخله ويوم الجمعة ممكن تسمع أخبار حلوة وبيفتح الحظ عندك. إذا بتحس الحظ عم بيعاكسك هذه الفترة. مولود العقرب، أفضل أنواع الورد لإلك هو الجاردينيا، كتير مهم. أو كمان تحط تص بيتك بعطر الجاردينيا أو تمسح بيتك بعطر الجاردينيا، بيمنع السحر عن بيتك، بيمنع النحس عن بيتك، بيمنع حتى كتر القار عليك ما بقعد تأثر عليك العين، وبيفتح الحظ عندك بالميل إن شاء الله. بالنسبة لمولود القوس، أنت أكتر شيء بتحب جميع الأنواع الورد، بس أكتر شيء بيناسبك لهال أسبوع ليجلب الحظ لإلك على كل الأصعدة. أيضا الورد الأبيض بجميع أنواعه، ما في شيء محدد، حتى لو لون، حتى لو الجوري، حتى لو الفل الأبيض كمان بيناسبك. في الليلي، وردة الليلي كمان بتناسبك هالأسبوع إنك تدخلها على بيتك، بيفتح الرزق وبيفتح الحظ انك تتعرف على حب جديد او على تكون عندك زواج قريبا. بالنسبه لمولود الجدي، انت من الاشخاص اللي عندك كآبه وعندك دائما مشاكل مع نفسك والحظ بتحسه عم بيعاكسك اكثر واكثر، فما عندك الا الورد الفل. هلا الفل، في عنا الفل الابيض الصغير، وفي الفل الابيض، في الفل الانواعه، في فيولي لونه فيولي، وفي هلا نوع في لونه ازرق، حتى تبعد الحسد والعين عن بيتك، لانه انت كثرة الحسد والعين وانت ترابي، فما بتزبط الحظ، بتضله كثير معاكسك، مسكر مكركبه بكل امورك، مسكر كل شيء عندك. ففي الفل لونه
ازرق او فيولي، اللون الفيولي كتير او اللون الليلكي يعني فينا نقول هذا بيناسبك كتير. مولود الدلو من اجمل الورود، انك تزرعها ببيتك او تحطها ببيتك، هو كمان مثلك مثل المولود الحمل. الورد الجوري الاحمر، لانه اذا انت خالي من الحب مثل مولود الحمل، دائما خاليين من الحب، فهيدا بيساعدك انك تلتقى، يفتح الحظ عندك بالعاصفة وتلتقى بشريك حياتك او بحبيبك الماضي بيعود لإلك. اما بالنسبة للمولود الحوت، عندك شم النسيم، يمكن شم النسيم يطلع بالربيع، اكيد هذا ما بعرف شيء، بس في بعض الاماكن بيكونوا مبردين اللي بيحطوهم بالبرادات، فاطلب عن شم النسيم. واذا ما لقيت شم النسيم فيك تجيب ليلي، وردة الليلي كتير منيحة لإلك، وفيك تجيب الياسمين او النرجس، يعني هدول الورود يعني بينفعك وبيفتح الرزق عندك. والسفر، اذا انت من الاشخاص اللي عم تحب تسافر، انت بنعرف الحيتين ما بتحب تبقى بمكان واحد، بتحب تتنقل او عندك الروتين تكسره، فبيفتح الحظ بالرزق بالمال والسفر، وتكسر الروتين والكآبة بتبتعد عنك. هيدي فقرة جلب الحظ لكل المشاهدين خلال هالاسبوع للاسابيع اللي جاي ان شاء الله.